لطيفة وتتوافق مع القرآن والسنة النبي، ولكن هناك بعض الأمور التي بدرت من بعض الصحابة يعني حقيقة وجدتها أقرأها في التاريخ لا تليق بهم، يعني ما كان ينبغي أن تصدر منهم، انا فأنا عايز بس أوافقهم اسالك في سؤال، نفس مع انك انت الطريق يا غيرت شيخ. الموضوع كليا يا ابو العباس، هل الصحابه بشر؟ الصحابة بشر، نعم. تمام. انا اعرف صحابي اتجوز اكتر من 300 امراه، وكان كل شويه يتجوز واحده ويطلق واحده، يساومها على فلوس ويطلقها. ايه رايك في الصحابي ده؟ بوم. هو ما فعل غير السنة، يعني ازاي هو ما فعل السنة يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز ما اكتر من زنى 300 امرأة، كان كل شوية تزوج يتجوز واحدة ويطلقها ويساومها بالفلوس ويديها الفلوس ويطلقها. تزوج على سنة الله ورسوله وطلق ايوه على ماشي سنة الله ماشي، مفيش ورسوله، ما مشكلة، أنا ما بس مش أعرف، 300 يا ابو أنا ما العباس، أعرف لمن تقصد، مش 300 يا ابو لمن العباس. تقصد يعني حتى ان ابوه الإمام كمان، الحسن. ابوه قال ان ابني ده مطلاق ما اتجوزهوش. ايه رايك؟ يعني شيخ وليد اتهم عفت 120 ألف صحابي، اجيت لا السيد سبحان شباب أهل الله، انا الجنة. قلت لك الصحابه بشر، فيقع منهم ما يقع في البشر، فجبت لك نموذج واحد من الصحابه، جبت لك يعني نموذج ليش واحد من تجي الصحابه ان هذه هو وحدة بشر. من الأمور، هاي وحدة من الأمور اللي أنصدم بها، يعني أنا أجي أنا الإمام الحسن أجده من هو أهل انا قلت أصحاب الامام الحساب الحسن؟ هو انا ومن اتكلمت؟ هو انا جبت سيره الحسن خالص؟ انا جبت سيره الحسن خالص؟ هو ماكو غيره، اها، ما في ماكو غيره. غيره. ماكو غيره شيخ وليد، شنو انا ما افتهم؟ افتهم ايش تقصد؟ شيخ وليد والله هاي هسه الروايه اللي حكيتها، يعني والله من الامور اللي استغرب بيها، يعني الحسن عليه السلام سيد شباب اهل الجنه، حبيب رسول الله، لا الله بس يعني هو النبي ماشي كان سيد كثير شباب اهل يحبه. الجنه وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس كان ما ننكر ان هو مزواج، وده في كتب السنه وكتب من الشيعه تجي عن إلى الحسن رضي سيرته، الله عنه وارضاه، كان رجل مزواج. تجي إلى سيرته تلقاه وين ما يمشي يقولون كانوا الناس يحبون